خطوة بعد خطوة سيصبح الدوري السعودي من الدوريات الخمس الكبرى. بهذه الكلمات وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دوري روشن، لكن هذه الخطوات تخفي الكثير من العمل، أهمها عوامل عديدة ومهمة صعبة. فلماذا لن يفشل الدوري السعودي مثل دوري السوبر الصيني؟ ومن هو مايكل إيمينالو الذي سيدير هذا المشروع الضخم؟ ولمن ستتحول ملكية الأندية السعودية؟ وإلى أين ستتجه الكرة السعودية؟ ولأننا في ستيب سبورت سنخبرك بأدق التفاصيل في هذا الوثائقي. احضر إبريقا من الشاي ورافقنا في هذا الفيديو لنقص عليك الحكاية من الألف إلى الياء. كيف بدأ دوري المحترفين؟ تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط التي اعتمدت دوري المحترفين، حيث جاء ذلك في موسم 2008-2009 بعد تطبيق لوائح الاتحاد الآسيوي. وقد شهد تأسيس هيئة دوري المحترفين للإشراف الكامل على الدوري وتنفيذ الاشتراطات الإقليمية والدولية بهذا الصدد. في النسخة الأولى من البطولة شارك 12 فريقا، ونال الاتحاد اللقب بعد تحقيق فوز مهم على الهلال في الجولة الأخيرة على أرض الأخير. تغير اسم بطولة دوري المحترفين السعودي. في موسم 2010-2011 شهد دوري المحترفين دخول شركات تجارية بقوة لرعاية الدوري بشكل كامل والاستفادة من اسمه، حيث تم التوصل إلى اتفاق يسمح للشركة بحصولها على اسم دوري المحترفين بالاشتراك مع الرعاية المالية للبطولة بتأسيسها للمحترفين في الموسم 2010-2011. احتلت شركة زين مكانة ريادية بكونها أول من قام برعاية الدوري بالكامل باسم دوري زين، وبزيادة عدد الأندية إلى 14 فريقا. أحرز فريق الهلال لقب هذه النسخة بتفوق واضح على منافسيه بفارق يصل إلى 9 نقاط. بعد ذلك قامت شركة عبد اللطيف جميل بدخول المشهد وأصبحت الراعي الرئيسي لدوري المحترفين السعودي للمواسم المتتالية بدءا من موسم 2013-2014. وبتلك الخطوة استمر الدوري في التطور والنمو تحت رعاية الشركة المعروفة بدعمها للرياضة في المملكة. في موسم 2018-2019 شهد الدوري السعودي للمحترفين تغييرا هاما، عندما قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يتم تغيير اسم المسابقة ليصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تلك الخطوة جاءت تقديرا لدور وتواجد ولي العهد في دعم تطوير الرياضة في المملكة، وأضافت للدوري بعدا جديدا من الرفاهية والترقية في الاسم والمكانة. أكثر فريقا حقق لقب دوري. يعد الهلال أكثر الأندية تحقيقا للدوري السعودي عبر تاريخه بشكل عام، حيث حققه في 15 مناسبة، 4 منهم كان في ظل دوري المحترفين، آخرهم نسختي 2016-17 و2017-2018. يأتي النصر في المرتبة الثانية بتحقيقه الدوري في 8 مناسبات، 3 منهم في ظل دوري المحترفين، وآخرهم نسخة الموسم الأخير 2018-2019. في تاريخه حقق نادي الاتحاد لقب الدوري السعودي في 8 مناسبات، 1 منها كانت في ظل دوري المحترفين خلال موسم 2008-2009، بينما يحتل نادي الشباب المركز الرابع بتحقيقه اللقب الدوري 6 مرات، ومرة واحدة منها كانت في ظل دوري المحترفين خلال موسم 2011-2012. أما نادي الأهلي فقد حقق اللقب 3 مرات، وكان اللقب الوحيد في ظل دوري المحترفين خلال موسم 2015-2016. وتعتبر هذه الفترة من أبرز الأوقات التاريخية للنادي، حيث حقق اللقب بعد غياب دام أكثر من 30 عاما عن التتويج بالدوري. وكانت المفاجأة الكبرى في تاريخ الدوري السعودي عندما حقق نادي الفتح لقب الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه خلال موسم 2012-2013، وقد كان ذلك إنجازا مذهلا للنادي وأحد أبرز اللحظات التاريخية في الدوري السعودي. مقارنة فاسدة. بعد إعلان الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي عن خطة المملكة للنهوض بكرة القدم، أصبحت الأنظار تتجه نحو هذا القطاع المهم ضمن خطة تنويع الاقتصاد السعودي الشاملة.
تزامن هذا الإعلان مع أنباء عن تحقيق بعض التعاقدات القياسية مع نجوم كرة القدم العالميين للانضمام إلى دوري روشن السعودي واقتراب الانتهاء من صفقات أخرى ذات أهمية. أثار هذا الإجراء بعض التشابهات مع تجربة دوري السوبر الصيني والذي عانى في نهايته. المفارقة تكمن في تشابه الوجه الأبرز بين الاتجاهين، وهو الإنفاق السخي على استقدام لاعبين عالميين قد دخلوا مرحلة احتضان نهاية مسيرتهم الرياضية بغرض استفادة تسويقية ورياضية. ورغم أن هذه المقارنة أثيرت من قبل البعض، إلا أنه يتوجب النظر بعناية في خلفية كل قرار وخطة للتأكد من نجاحها وملائمتها للوضع المحلي. طبقا لسايمون شادويك بروفيسور الاقتصاد الرياضي، استخدم الرئيس الصيني تشي جين بينغ خطة إصلاح كرة القدم كواجهة لكسب التأييد الشعبي، لكن النتيجة الأبرز لهذه الخطة حسب رأيه كانت محاولة كبار رجال الأعمال إظهار ولائهم لسياسة الدولة المتعلقة برفع كفاءة رياضة كرة القدم داخل البلاد، وهذه هي المشكلة الأكبر. بكل تأكيد تحتاج عملية بناء قاعدة مواهب في الصين تحديدا عقودا كاملة من العمل لعدة أسباب، أهمها أن جماهير كرة القدم الصينية ليست متعلقة بكرة القدم مثل تعلقها برياضات أكثر شعبية مثل كرة السلة أو تنس الطاولة، لأن احتراف رياضة متطلبة مثل كرة القدم يعني بداهة التقصير ولو بشكل جزئي في التعلم، وهو ما يتعارض كليا مع الثقافة الشعبية الصينية. كان شو جيان مؤسس شركة إيفرغراند العقارية أحد هؤلاء الذين تدخلوا من تلقاء أنفسهم لحل هذه الأزمة عبر سلك الطريق الأقصر، وهو انتداب النجوم العالميين مقابل ملايين من الدولارات، حتى وإن بدت فكرته ساذجة الآن لكنها كانت مبررة حينها. فالرجل الذي ينسب له الفضل في إطلاق دوري السوبر الصيني CSL والذي يعد أثرى رجال الصين ليس مجرد رجل أعمال عادي، لكنه أيضا شخص مقرب من الحزب الشيوعي الصيني ومستشار خاص للرئيس الصيني نفسه. يبدو أنه قد قرر الاستفادة من جميع الفرص المتاحة. على الجانب الواحد يحاول أن يحظى بتأييد الدولة، وعلى الجانب الآخر يسعى لتسويق شركته العملاقة لتكون واجهة لكرة القدم الصينية ومستقبلها الواعد. لقد تحكم قطاع العقارات في النمو الاقتصادي الصيني لفترة طويلة، وقد امتلك 11 من أصل 16 ناديا في الدوري السوبر الصيني، ولكن مع تصاعد أزمة العقارات الصينية وزيادة ديون شركات العقارات تأثرت الأندية أيضا وبعضها واجه الإفلاس. قد يكون هذا الرجل يلعب بجميع الورقات، حيث يحاول الاستفادة من دعم الحكومة وفي نفس الوقت يسعى للترويج لشركته العملاقة في عالم كرة القدم التي تعتبر واحدة من الرياضات ذات الطموحات الكبيرة في الصين. ومع تفاقم أزمة العقارات، قد تتعرض أندية كرة القدم في الصين للتحديات المالية التي قد تؤثر على استمراريتها ونجاحها في المستقبل. في ختام النقاش، يلاحظ أن التجربة الصينية تختلف جذريا عن التجربة السعودية، ويمكن أن نستنتج ثلاث نقاط رئيسية. أولا، تسعى المملكة العربية السعودية لاستخدام كرة القدم كواجهة للمشروع الاقتصادي الجديد للبلاد، في حين تهدف الصين لتطوير المواهب المحلية في هذه الرياضة. ثانيا، تتجاوز الاستثمارات السعودية في كرة القدم بكثير للاستثمارات الصينية، حيث يعود الفضل في الإنفاق الضخم على الأندية السعودية إلى صندوق الاستثمار بدلا من القطاع الخاص كما في الصين. وثالثا والأهم، تختلف القيود المالية بين البلدين، حيث لا يتعرض الاستثمار السعودي للقيود نفسها التي تعرض لها الاستثمار الصيني. عليه يمكن القول أن التجربتين مختلفتين، فلا يمكن وضع إحداهما فوق الأخرى، فكل منهما يمثل رؤية مختلفة لتطوير كرة القدم في بلادها، ويعكس تلك الاختلافات الثقافية والاقتصادية بين الصين والمملكة العربية السعودية. قائد النهضة الجديد. اتخذت القيادة في منافسات كرة القدم السعودية خطوة إضافية نحو تطوير المسابقات المحلية من خلال استعانتها بخبرة أحد أفضل الإداريين في أوروبا، النيجيري مايكل إيمينالو. كلف إيمينالو بمهام هامة تشمل الإشراف على برنامج استقطاب نخبة اللاعبين والتنسيق مع الأندية لتلبية متطلباتها الفنية والتقنية.
ويعتبر إيمينالو خبيرا في عالم كرة القدم، حيث عمل في أهم الدوريات العالمية وحقق نجاحا باهرا خلال مسيرته الاحترافية. وقد ترك بصمته المميزة في نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث شغل مناصبا متنوعة من رئيس الكشافة إلى المدير الفني للنادي. كما قاد إيمينالو جهودا هامة لاكتشاف المواهب وتطوير أكاديمية النادي ورفع مستوى الكرة النسائية. تجارب كبرى لإيمينالو. وبفضل استراتيجيته الناجحة وتوجيهاته الحكيمة، حقق نجاحات كبيرة لنادي تشيلسي، وازدهرت الفرقة الكروية بوجود نجوم كبار مثل إنغولو كانتي، إيدن هازارد، محمد صلاح وغيرهم. تحمل تعيين إيمينالو لهذا المنصب فرصة للدوري السعودي للمحترفين للنمو والتطور بشكل ملحوظ والوصول إلى مرتبة مرموقة ضمن أقوى الدوريات العالمية. باختيارهم إيمينالو، يبدي القائمون على الكرة السعودية رؤية واعدة لمستقبل الدوري، ويسعون لبناء قاعدة رياضية تنافسية وتحقق النجاح الدائم والمستدام. من المتوقع أن تنعكس خبرته وتوجهاته على كل الأندية، مما يدفع بالدوري للتألق على المستوى الإقليمي والعالمي. ولم يحقق النيجيري نجاحا كبيرا مع موناكو الفرنسي، الذي أصبح ضحية لعاصفة التغييرات التي طالت الأجهزة التنفيذية والإدارية النادي الفرنسي بقيادة مالكه الملياردير الروسي ديمتري ريبوليفليف بعد الأخطاء الإدارية التي شهدها النادي، الأمر الذي عجل برحيل مايكل إيمينالو عن موناكو الفرنسي. وانطلق إيمينالو في العمل الفني بعد اعتزاله كرة القدم عام 2000، حيث أصبح إيمينالو مديرا لتطوير اللاعبين في أكاديمية توكسون لكرة القدم في الولايات المتحدة في عام 2006 قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني في تشيلسي. دوليا، لعب إيمينالو لمنتخب نيجيريا في الفترة من 1985 إلى 1995، حيث خاض 14 مباراة مع النصور النيجيرية، ومثل المنتخب النيجيري في مونديال كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية كواحد من نجوم الفترة الذهبية لمنتخب نيجيريا. خصخصة الأندية. تدخل الرياضة السعودية مرحلة متقدمة من العمل الاحترافي في التعاملات المالية والنظر إليها كصناعة تجلب ملايين الريالات وتحدث عشرات الآلاف من الوظائف للشباب السعودي، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي، والذي يعتبر نقطة تحول تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية، وذلك بالموافقة على خصخصة الأندية وفقا لما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان. ويترقب رجال الأعمال البارزون في كافة المناطق السعودية التي تتواجد فيها أندية دوري المحترفين السعودي. تفاصيل وآلية خصخصة الأندية للمبادرة بامتلاك هذه الأندية التي سيتم تحويلها خلال الفترة القريبة القادمة لشركات تجارية وفق شروط تضعها الهيئة العامة للرياضة التي يرأسها الأمير عبد الله بن مساعد، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والاقتصاد لمنح هذه الشركات أي الأندية التراخيص. ووفقا لقرار مجلس الوزراء السعودي، فإن الخصخصة ستكون خلال الفترة الحالية محصورة بالأفراد ورجال الأعمال السعوديين دون السماح للشركات الأجنبية والمحلية بالدخول وشراء هذه الأندية بعد قرار الخصخصة وتحويلها لشركات تجارية. في العاصمة السعودية الرياض تحضر 3 أندية ذات تواجد دائم في المنافسة على البطولات، وهي الهلال والنصر والشباب، والأخير يحظى بموقع مميز لمقره قد يمنحه قيمة عالية للميزة التي يملكها، وهي الأصول العقارية التي بالإمكان الاستثمار فيها بأفكار متعددة. في الهلال، تعددت أسماء رجال الأعمال البارزين المتوقع دخولهم بقوة للمنافسة على شراء النادي أو الدخول في تحالف مشترك للظفر بالنادي الأزرق، ويحضر في المقدمة الأمير الوليد بن طلال الذي يحضر في قائمة أبرز 10 أثرياء حول العالم، إضافة إلى الأمراء فيصل بن سلطان بن عبد العزيز وأخيه الأمير الشاب أحمد بن سلطان، والتي كانت الأنظار تتجه إليه قبل فترة قليلة لتسلم رئاسة النادي، إضافة إلى الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رجل الأعمال المعروف والداعم منذ سنوات طويلة لفريق الهلال، وهو أحد أقطاب الشركات الكبرى في البلاد في إدارته لشركة المراعي، والأمراء عبد الرحمن بن مساعد وسعود بن محمد العبد الله الفيصل.
كثيرون يتحدثون عن أن شراء نادي الهلال الذي سيكون سعره عاليا جدا بسبب قيمته ومكانته التاريخية وشعبيته الجارفة سيكون وفق تحالفات قد يقودها رجال أعمال يعشقون النادي، ويعني ذلك أن الشراء قد يتم وفق تحالفات كبرى من بين أشهر الداعمين للنادي في السنوات الأخيرة ليحظوا بملكية الهلال. أما غريمه التقليدي نادي النصر السعودي فحتما سيكون هو الآخر مطعما بالكثير من رجال الأعمال المنتسبين للكيان الأصفر، ويحضر في المقدمة الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي الحالي ووالده الأمير تركي بن ناصر الذي كان يترأس هيئة أعضاء الشرف قبل استقالته مؤخرا، فضلا عن أعضاء شرف آخرين في النادي قد يكونون مفاجأة للوسط الرياضي في حال رغبتهم في التملك أو قيادة تحالف كبير لشراء نادي النصر. إضافة إلى ذلك يحظى نادي النصر بعدد من رجال الأعمال الصاعدين بقوة والمتوقع دخولهم على هيئة تحالفات لشراء النادي، ويبرز منهم عبد الله العمراني نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي. أما نادي الشباب فتتجه الأنظار بصورة سريعة ومباشرة نحو الأمير خالد بن سلطان وأبنائه، حيث ارتبط اسم الأخير بالدعم المستمر منذ سنوات للليث الشبابي حتى بات رئيسا فخريا للنادي، إضافة إلى حضور اسم الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز أحد أبرز الأسماء الشابة التي كان لها دور كبير في دعم الشباب في التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، وكذلك رجل الأعمال الأبرز خالد البلطان والذي تولى رئاسة النادي سنوات طويلة، والأخير صرف أكثر من 300 مليون ريال على النادي بحسب تصريحاته الصحفية. وبالاتجاه إلى غرب السعودية حيث تتواجد أندية الأهلي والاتحاد في مدينة جدة الممتدة على ساحل البحر الأحمر ونادي الوحدة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، ففي النادي الأخضر يبرز اسم الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز الذي ارتبط اسمه لسنوات طويلة بالدعم الكبير الذي قدمه للنادي الأهلي، حيث يتوقع أن يتقدم لشرائه فور طرحه للبيع خلال الأيام القادمة. ويعرف الأهلاويون والوسط الرياضي أن الأمير خالد بن عبد الله قدم خلال العامين الماضيين أكثر من 200 مليون ريال آخرها نحو 60 مليونا للنادي لمساعدته في سداد ديونه المترتبة عليه. أما نادي الاتحاد فتبدو الصورة ضبابية من حوله خاصة في الفترة الأخيرة التي باتت الديون عائقا كبيرا أمام مستقبل النادي الأعرق في السعودية، ورغم ذلك فإن قائمة منسوب النادي وشرفيه تحظى بتواجد الكثير من رجال الأعمال، يبرز منهم العضو الداعم المبتعد منذ 4 أعوام عبد المحسن آل شيخ ورجل الأعمال صالح كامل ومنصور البلوي وكثير من العوائل الثرية في مدينة جدة المتوقع دخولها لشراء النادي. أما نادي الوحدة فسيكون هو الآخر مطمعا للأسر الثرية في مدينة مكة المكرمة، حيث يحضر في المقدمة صالح كامل وعائلة فقيه وعائلة التونسي، حيث تحظى العاصمة المقدسة بتواجد الكثير من رجال الأعمال الأثرياء. وفي منطقة القصيم حيث يتواجد قطب مدينة بريدة نادي التعاون والرائد، حيث يتوقع أن يدخل في سباق امتلاك نادي التعاون تحالفات يقودها سليمان العمري وعبد العزيز الحميد وأحمد أبا الخيل وعلي التويجري وفهد المحميد. أما نادي الرائد فيبرز فيه عبد العزيز التويجري وموسى الموسى وعبد الرحمن الشتوي وفهد المطوع وخالي السيف. أما نادي الفيصلي المتواجد في منطقة سسدير فيتوقع أن يتقدم لشرائه رجل الأعمال الأبرز في المنطقة عبد الله العقيل، وهو أحد ملاك شركة جرير ومعه في ذلك ملاك شركة الدريس الخاصة بالمحروقات. وفي المنطقة الشرقية حيث تتواجد أندية القادسية والاتفاق والخليج والفتح والباطن، حيث توقع أن يحظى نادي القادسية بتحالفات يقودها رجال الأعمال أحمد الزامل وطارق التميمي وعبد الله الهزاع ومعدي الهاجري لامتلاك النادي المتواجد في مدينة الخبر. أما الاتفاق فتتجه الأنظار صوب هلال الطويرقي وعبد الرحمن الراشد وعبد الرحمن البن علي، إضافة إلى عبد العزيز الدوسري، وتحالفات متوقعة بين عدد من الأسر الثرية كأسرة المسحل والدبل المنتسبة للنادي الكبير. أما نادي الخليج فيبرز في مدينته محمد المطرودي إضافة إلى رجل الأعمال عبد الله السيهاتي. أما نادي الفتح فيتوقع أن يحظى بمنافسة بين عائلتي العفالق والراشد، إضافة إلى تحالفات متوقعة بين أسرتي الجبر والسويغ التي عرفت بدعمها المستمر للنادي.
وأخيرا نادي الباطن المتواجد في مدينة حفر الباطن والصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي، حيث يتوقع أن يحظى بإقبال رجال الأعمال الأبرز في منطقته. إرادات الأندية السعودية. أعلنت وزارة الرياضة السعودية أن إيرادات الأندية السعودية من الرعاية التجارية في الموسم الماضي بلغت 328 مليون ريال، موضحة أن الإيرادات من عقود الرعاية التي أبرمتها الأندية بشكل مباشر مع جهات مختلفة ارتفعت بنسبة 300% خلال عامين فقط. وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية إن أعداد الموظفين الرسميين في الأندية السعودية بعد تطبيق نظام الحوكمة بلغ خلال الموسم الماضي أكثر من 3000 موظف وموظفة في 61 ناديا، بينما ارتفع عدد الرياضيين المسجلين في الأندية إلى أكثر من 80,000 رياضي، بعدما كان العدد لا يتجاوز 40,000 رياضي قبل موسمين، بينما زاد عدد حضور الجماهير خلال عامين بنسبة 150% ليصل إلى 2.2 مليون مشجع. وكان ولي العهد قد أطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، حيث يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين، أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023. وأضافت الصحيفة أن نقل الأندية وتخصيصها يهدف إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في السعودية بحلول 2030 لصناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها، خصوصا للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال. لتتحول السعودية من دولة نفطية إلى دولة تصدر المواهب الكروية الشابة لدول العالم، ولتصبح الدوريات السعودية والعربية محط أنظار العالم بفضل هذا الاستثمار، وربما ستنافس المسابقات الأوروبية في السنوات القادمة. وأنت عزيزي متابع ستيب سبورت، برأيك إلى أين ستتجه الكرة العربية والسعودية؟ أخبرنا ذلك بالتعليقات.